الفساد في العراق أصبح ظاهرة وآفة خطيرة أكبر مما هو موضوع يتعلق بإجراءات تفرضها الدولة لمعالجة هذا الموضوع. وجذور هذا الملف امتدت من عام 2003 إلى اليوم. صح أن هنالك اليوم إجراءات ربما تسير عليها حكومة السيد السوداني، وهذا ما تبين بالتقرير الذي أصدرته هيئة النزاهة الاتحادية قبل أيام. المفروض بالسلطة التشريعية والتنفيذية ومجلس النواب يصدر قرارات حاسمة وقوية جدا لمعالجة أزمة الفساد الموجودة في كل مؤسسات الدولة، القانون وكذلك إلغاء واقع المحاصصة السياسية يلعب دور في إبعاد الفساد عن الاقتصاد العراقي. موضوع أنه هيئة النزاهة هذا دليل واضح أنه هنالك فساد وإفساد في المنظومة الحكومية يجب مكافحته، إضافة لأنه اليوم نلاحظ أنه هنالك كان اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة يعني أوقعت العديد من الشخصيات على مستويات الوظيفية العالية، كان هنالك أما فساد إداري أو فساد مالي أو رشوة أو غيرها أو تقبل هدايا هي مخالفة لضوابط العمل. الكتل السياسية ما زالت متمسكة بوزرائها ولا زالت تمانع الأخ السوداني وتقلل من نشاطه في الحد من قدرة الفاسدين على ارتكاب جرائم بحق المال العام. الفساد يبقى يعني يستمر، ولكن يمكن أنه تحجيمه بطريقة أو بأخرى بتكاتف كل القوى التي تفكر جدياً بتغيير الواقع العراقي. الواقع العراقي مطلوب من عنده أن يتغير، لكنه هل هؤلاء السياسيين يعني جادين في تغيير هذا الواقع؟ والكل معني بمحاربة الفساد عبر التبليغ، عبر مواجهة الفاسدين، عبر مكافحة الفساد في دوائر الدولة في أي مكان يراجعه المواطن.